كلنا ثقة دائما في الهلال، الهلال دائما يفرض شخصيته في كل مباراة، وليست مفاجأة. الهلال متعود على البطولات، سبق انه وصل النهائي. اما بخصوص النهائي نلعب مع مين، احنا نتمنى كعرب نتمنى الاهلي المصري نلاقيه ان شاء الله في النهائي باذن الله، وراح تكون مباراه صعبه على الاهلي المصري غدا، بس باذن الله يكون انه نهائي عربي في دوله عربيه باذن الله. الهلال فرض شخصيته ولعب واثق، ونفس العناصر اللي لعبوا مع المنتخب السعودي في كاس العالم امام الارجنتين لعبت اليوم، فمتعودين على الظروف ومباريات زي كذا متعودين عليها. فكان قوي فلامينغو بكل امانه، لكن قدر الهلال انه يحافظ على هدوءه وكان مركز في الملعب واخذ اللي يبغاه، وهذا هو المهم، الوصول للنهائي. ديما هلال ديما هلال. جئت خصيصا لاشجع الفريق السعودي صراحه، وكنت وانا في المنطقه في المنتدى بمكه، وكنت معهم دابا بالمباشر، وفرحت جدا لهذا التنظيم الرائع الذي احرز على فوز الفريق العربي، وكنا ونتمنى ان شاء الله له حظ سعيد في النهائي. مباراة اليوم صراحة كانت مباراة جد شيقة، فالفريق ديال الهلال ابدا البلاء الحسن الصراحة، وتمكن انه ينقض على فريق فلامينغو اللي كيضم خيرة من اجود اللاعبين البرازيليين، وصراحة كنتمناو له حظ موفق في المقابلة ديال النهاية، في حين اننا نعرفوا الفريق اللي غادي ينافسوا في مقابلة النهائي اللي غيكون يا ريال مدريد ولا الاهلي. اليوم جينا نشجعوا الهلال السعودي لحقاش كيبقاو عرب، وان شاء الله اي فريق عربي غنشجعوه، والمغرب ولي عطى واحد ديبار للعرب كاملين، وديما سير سير سير، وان شاء الله وان شاء الله نشوفوا شي مباراه جيده ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله، والاهل كيستحق الفوز. الجمهور المغربي هما اللي عطاو دفعه قويه للهلال السعودي، وهذا الانتصار كيعود للجمهور المغربي، وشكرا للهلال السعودي على هذه النتيجه، ونتمنى لهم حظ موفق ان شاء الله. المباراه كانت جد صعبه، لان كنعرفوا نادي البرازيلي يعني بطوله من اصعب البطولات، يعني فريق قوي جدا، ومباراه اليوم الهلال السعودي قدم مباراه جيده جد كبيره مع لاعبين كبار مثل سليم الدوسري الذي مارك بكاس العالم، ونتمنى لهم اللقب ان شاء الله. اول شيء مبروك الجمهور الهلال والجمهور المغربي اللي ساندنا في الملعب، بارك الله فيكم جميعا، وان شاء الله ليش لا، بعد اللي سووه المغرب في كاس العالم من حق الجميع يحلم ويبغى ياخذ اي شيء. نحن كنادي عربي نفضل اخواننا في الاهلي المصري يجون، بس لو جاء ريال مدريد نحن جاهزين برضه. الهلال السعودي يواصل مساره بكاس العالم للانديه هنا بالمغرب، بعد انتصاره اليوم على بالملعب الكبير بطنجه على فلامينغو البرازيلي بثلاثه اهداف لهدفين، اثنين منهما سجلهما لاعب المنتخب السعودي سالم الدوسري، ليكون بذلك الهلال السعودي رد دين خسارته في كأس العالم سنة 2019 أمام نفس الفريق بثلاثة أهداف وواحد الذي أقيم أنذاك باستاد خليفة الدولي هناك بقطر. الهلال السعودي سينتظر المتأهل من ريال مدريد الإسباني والأهلي المصري ليواجهه في النهائي يوم السبت المقبل بمركب مولاي عبد الله بالرباط.